الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نظمت العرض الخاص لمسرحية كنز الدنيا اللي بتعتبر أول وأكبر عرض مسرحي بيضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم، واللي بيقفوا لأول مرة مع النجم الكبير أشرف عبد الباقي وعدد من الفنانين. تفاصيل أكتر عن العرض المسرحي الاستثنائي هتكلمنا عنه المهندسة أمل مبدة رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية. صباح الفل عليكي أستاذة أمل، أهلا وسهلا بيكي. صباح الخير. صباح الخير على مصر كلها. أهلا وسهلا. عايزين نعرف بقى الفكرة بتاعت وقوف هذا العدد الكبير من الفنانين الجداد اللي يمكن نقول أول مرة يقفوا على المسرح بالشكل الحلو المبهج المفرح اللي خلينا وإحنا قاعدين بنتفرج كده حاسين بفخر إن ولادنا عندهم هذا الكم من المواهب اللي ما كناش عارفين عنها حاجات كتير. الفكرة بقى جت إزاي علشان نقدر نجمع التجميعة الخطيرة اللي حصلت على المسرح دي؟ طيب، هم مش أول مرة يقفوا. لو حضرتك شفتي هم كلهم من القادرون باختلاف، اللي يعني الحمد لله أنا يعني فخورة أن هم ولادي واشتركوا معنا القادرون واحد واثنين وثلاثة السنين اللي فاتت. الاحتفالية اللي بيحضرها فخامة الرئيس وبشرف أن أنا بعدها ويعني بشرف على تدريب الولاد، فكلهم جزء من قادرون باختلاف. فالحقيقة الأستاذ أشرف كان معانا السنة دي في قادرون باختلاف ثلاثة، ولو حضرتك شفتيها وأكيد ناس كتيرة في مصر شافتها، كان فخامة الرئيس كان ضحك مع أشرف كذا مرة لما الولاد قالوا له أنا نفسي أمثل أنا نفسي أمثل. كان في حد من الولاد لما كان في حوار مع الرئيس صحيح اتكلموا في النقطة دي يعني. فالحقيقة الفكرة أعتقد أنها ده كان بدايتها، فالمتحدة خدت المبادرة وعملوا أول مسرحية اللي احنا كلنا حضرناها اللي هي يوم الخميس اللي فات مع معالي وزارة التضامن الاجتماعي برعايتها وبوجودها يعني. طيب عظيم، ازاي تم اختيار الابطال اللي شاركوا في هذا العرض؟ واسمحي لي في البدايه اشكر حضرتك شكر خاص، لان كل ضيوفنا هنا في صباح الخير يا مصر من قادرون باختلاف بيتكلموا عن حضرتك حلو جدا، يعني كل ما يجوا يتكلموا يقولوا احنا بنحب المهندسه امل جدا، يعني هي السبب في اللي احنا وصلنا له، هي السبب في ان هي بتوصل صوتنا، هي السبب في ان كل واحد بيحب حاجه بيعملها. بص، ربنا يخليكم ويخليهم، ما تخليني اعيط على الصبح. لا فعلا والله ده اللي حصل، يعني لو حضرتك تابعت لقاءاتنا فعلا ده بيحصل والله على الهواء. الحمد لله. بص، هو السبب الاول والاخير هم الاهالي. الاهالي اللي امنوا باولادهم واشتغلوا معاهم. انا بكمل بس الجزء اللي فاضل او بكمل اظهارهم للمجتمع، لكن الحقيقه انا ما كنتش هعرف اشتغل ولا اعرف هم يشكروني ولا يعني ربنا يعني زي ما بيقولوا ايه يختصني بهذا الفضل الا لو الاهالي ما اشتغلوش مع اولادهم ونموا فيهم وعملوا فيهم تدخل مبكر وودوهم رياضه وجم عندي الاتحاد فانا بس بكمل الصوره دي. فقدرهم باختلاف هي فكره يعني برضو هرجع اقول لك انا بشتغل وبدرب وبحط افكار للولايات وكده، بس لولا وجود فخامه الرئيس وتسليط الضوء على القضية دي واهتمامه بيها يمكن واحنا يوم الخميس موجودين يعني وحياة ربنا انا كنت قاعدة كده عايزة امسك السماء بإيديا، كل الناس اللي قاعدة دي والضيوف يمكن انا ساعة قادرون من كتر ما ببقى تعبانة ما بشوفش مين موجود في المسرح خالص عشان تبقى عارف يعني من كتر ما انا يعني ببقى لا وصوتك كمان بيبقى رايح يعني. انا فاكر قبل قادرون النسخة الأخيرة دي كان في لقاء ما كنتش قادرة تتكلمي خالص. ده حقيقي. فاليوم ده انا عماله ابص حواليا كده ايه ده، كل يعني كان في ثلاث وزراء كان في عدد كبير من الاعلاميين والصحفيين والمتحده كلهم، ايه ده معقوله كل الناس دي جايه النهارده عشان ولادي؟ كل الناس دي موجوده وبتتفرج وبيضحكوا وبيسقفوا كانه بيتفرجوا على مسرحيه دست مشاغبين، مسرحيه المسرحيات اللي كلنا حضرناها في المسارح. لا يعني كان في حاله كده من يعني من الحمد والشكر لربنا جدا جدا جدا، لانه لولا فضل ربنا ان احنا نوصل. يمكن كان في ام من الامهات قاعده جنبي فقالت لي امل فاكره لما ابتدينا في 2014 عملنا اول حاجه شبه كده، كنا عملنا فعلا احتفاليه في حاجه اصغر من كده يعني في مسرح وكانوا ولادنا موجودين
وكان برضو كان في ناس كتيره بس كان اغلبهم الاهالي اللي جايه تتفرج على اولادها. ويمكن حد او اثنين يعني من الشخصيات العامه يعني. فقلت لها بصي في 8 سنين او في 7 سنين ربنا كنا فعلا فين وبقينا فين؟ فطبعا يعني كان في احساس كده عند كل الاهالي وعندي وعند الولاد ان هم نجوم. النهارده التلفزيون بيصور الحلقه المسرحيه، هم دلوقتي موجودين في كل البرامج والحفلات ومدعوين في الشرطه وفي الجيش. ويمكن كان لسه من كام يوم عندنا الاحتفالات بعيد الشرطه، فالولاد كلهم او جزء كبير تم دعوتهم في كذا مكان، يعني مش هقول لك في القاهره بس، لا في كل مكان. يمكن يعني انا اسفه ان انا هطول بس لا خالص. رب اي حد من في بورسعيد كان بيكلمني فقال لي انا عايز اقول لك حاجه يا باشمهندس، اللي انتم بتعملوه في القاهره وقدرون باختلاف هي مسمعه عندي بورسعيد. الله. قلت له مش فاهمه يعني ايه؟ قال لي يعني تعالي اقول لك احنا دلوقتي كل الناس والاهالي يعني المحافظه والناس الحكوميين وكده بيهتموا بينا ازاي؟ تعالي اقول لك ان اموري بتتسهل ازاي في الشغل مع الولاد. فحقيقه يعني فالموضوع ما بقاش على قد يعني على قد هنا او على قد حفله مصر كلها بتشوفها والموضوع بعدها بينتهي. لا، الموضوع بقى في حاله من الوعي وحاله من الاحترام والتقدير لجهود الاهالي. انا عايزه اخد من كلامك بس باشمهندسه امل، كنت بتقولي شوفي احنا كنا فين وبقينا فين. يمكن ده ظهر كويس قوي في العرض المسرحي وظهر في تمثيل الشباب ذوي القدرات الخاصه في الفتره الاخيره. يمكن كان بيتم تمثيلهم في الاعمال الدراميه سواء سينما او سواء مسرح بشكل مش هو ده اللي المفروض كانوا يظهروا بيه، او بشكل درامي كان بيتناولهم بشكل مختلف خالص عن حقهم او عن تواجدهم في المجتمع. يمكن المسرحيه المره دي عامله اختلاف تماما، ان الاحداث كلها قائمه على وجود طفل داون ووجود اهله بقى ازاي بيتعاملوا. احكي لنا اكتر عن تفاصيل المسرحيه واحكي لنا كمان عن الاحداث اللي حصلت في المسرحيه. بالظبط زي ما حضرتك قلت، هي المسرحيه بتبتدي انه ام حامل بتولد، وبعدين بيجي الطبيب بيقول للاب ان انت جبت داون سيندروم، والناس مش عارفه يعني ايه داون سيندروم. انا كنت اتمنى بس انه يتم شرح يعني ايه داون سيندروم، يعني ايه يعني هي طبعا بص في حاجات يعني انا مش بنتقد ان بس كان في حاجات كده كنت احب انها تبقى هتدي حاله من الوعي اكتر. لما الطبيب يدخل يقول له الداون سيندروم هو كذا 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 وانت هتتعامل معاه كذا وده فضل يعني، لكن هي بتبتدي بده وده حلو قوي. وبعدين الام بتشوف الولد وتلاقيه بيضحك لها فبتقول له الله ده بيضحك، وبعدين نلاقي الولد كبر وبعدين بيروح مدرسه ونبتدي نشوف نماذج مختلفه من الداون سيندروم او من الاشخاص من القدرون باختلاف. كل حد نابغ في مجاله، الرياضي واللي بيرسم واللي بيشتغل فنون واللي بيعزف موسيقى واللي بيتحرك بالكرسي. الولد بيروح المدرسه، المفروض انها مدرسه دمج، لان لو خدتي بالك هتلاقي اللي واقفين فيهم من الاشخاص غير ذوي الاعاقه ومن الاشخاص مظبوط من ولادنا، وده الطبيعي دلوقتي في مصر ان احنا مدارسنا كلها بقى فيها دمج. فبيلاقوا انه كل ده ويبتدي الولد يبقى عنده صحاب، او هي كانت معاناته الاول انه الناس نموذج مصغر للي المفروض يكون الواقع عليه. طبعا احنا بنشكر مجهودك في البدايه وبنشكر مداخلتك طبعا المهندسه امل المبدا، شكرا جزيلا ليك يا فندم.